يلا بسم الله أبلش. هلا الآن بالنسبة للجي سي دكتور، احنا اتفقنا انه الآن اللي بيميز الجي سي، اللي بيميز الجي سي هو عبارة عن انه ما فيه اي تيرم، لانه الكولومز اللي بتكون تستخدم في الجي سي هي open tubular column. واتفقنا انا وياكو انه الآن بيكون عندي واضحة الشاشة، مظبوط هيك؟ واضحة. تمام. هلا اي سؤال اثناء المحاضره بامكانه اي طالب يتفضل يسال سؤاله. هلا الان ما في عندي انا اي تير، هذا المنظر كنا نشوفه بالاتش بي ال سي لما كان عندي باك كولوم، او حتى في الـ في الـ في الجي سي لما بكون عندي باك كولوم، لما بكون في عندي انا بارتيكلز باحجام مختلفه بيطلع عندي الاي تير. واتفقنا انه اصلا الاتش لازم تكون مينيموم عشان تكون الافيشنسي اعلى شيء. وبالتالي دكتور الآن الـ H ثلاث أشياء بيزيدوها، الـ A والـ B والـ C. الـ A اللي هو عبارة عن الـ Multipath Effects، والـ B Longitudinal Diffusion، والـ C اللي هي Resistance to Mass Transfer. هلا الـ A في الـ GC أصلاً ملغي، لأنه أصلاً أنا ما عندي Stationary Phase بالنص، أنا عندي المادة كوتد على الـ Wall زي ما احنا شايفين هون، زي ما شرحت في المحاضرة الماضية. وبناء على ذلك الـ A التغى، بما انه الـ A التغى معناته الـ H تحسنت، الـ H صارت اقل. على الاقل واحد من الثلاثة اللي كانوا يزيدوا لي الـ H اختفى. تمام؟ وهذا بحد ذاته بيرفع لي ايش؟ بيرفع لي الـ Efficiency في الـ GC مقارنة مع مين؟ مقارنة مع الـ HBLC. روح معي الآن على اللي هو عبارة عن المنظر، هذا شرحناه. الكروماتوغرام هذا شرحناه، وقلنا اطلع دكتور كيف المنطقة هاي، بعرفش إذا واضح ولا لازم أزيد الهاب. الآن شوف كيف الآن البيك هون، وشوف كيف هون البيك، وهذا كله بفعل اللي هو عبارة عن اختفاء الـ A، يعني هذا مقارنة بين الباك كولوم وبين الـ open tubular column. إذا بالإجماع الـ open tubular column هو أفضل من الباك كولوم، تمام؟ هلا أيضا هون في هذا الجدول مقارنة ما بين الـ different thickness، يعني أنا عندي هنا open tubular column، الـ stationary phase coated على الـ wall زي ما أنا شايف، ولكن الآن لاحظ هنا الـ inner diameter تقريبا 0.32 مليمتر، هنا الـ inner diameter هنا من 0.1 لـ 0.32، لاحظ الآن هنا thin film، هنا thick film، وهنا thick film wide bore، بمعنى اللي هو عبارة عن الـ stationary phase بكون thick، وعندي انا الدايمتر بيكون اعلى، لاحظوا هنا 0.53، بعرفش اذا شايفينها هون، اوكي؟ بكل الاحوال الـ هذا موجود معكم، هي صارت هيك اوضح بتوقع. هلا هون لاحظ 0.53 مليمتر، وبالتالي لاحظ الثيكنس هون دكتور 0.2، هون لغايه 2 مايكرومتر، هون تقريبا 5 مايكرومتر، اذا اللي قاعد بيزيد هو عباره عن الثيكنس. هلا شوف الادفانتج والديس ادفانتج بشكل عام، بشكل عام لما بتزيد الثيكنس افضل، ولو انه هذا بياخر لي الريتنشن تايم، ولو انه بيزيد لي الريتنشن فاكتور، ولكنه بشكل عام افضل. فشوف الان لما كان الثيكنس قليل للستيشنري فيز كان عندك هاير ريزوليوشن، اوكي، فاستر سيبريشن. الان كان عندي تريس اناليسيس، يعني بيقدر يقيس كميات قليله، بمعنى ما بتقدر تحقق كميه كبيره من الماده، وكان عندي انا بشتغل على لو تمبريتشرز. بينما الان لما انا زدت الثيكنس صار عندي جود كاباسيتي، ومعنى جود كاباسيتي اني انا بقدر احقن كميه اكبر، هاي معناها انا بقدر احقن كميه من الماده اكبر، تمام؟ هلا جود ريزوليوشن تقريبا وصل 4000 بليت لكل متر، اللي هو النمبر اوف ثيوريتيكال بليت الان. ايزي تو يوز ماشي الحال، وبيقدر يعمل عمليه ريتيننج للفولاتايل كومباوندز، وجود فور ماس سبكتروميتر من ناحيه عمليه الديدكشن. هذه المزايا لما بكون الثيكنس تقريبا انترميديت. لما بزيد الثيكنس لما بزيد الثيكنس اكثر واكثر، لاحظ انه الان الكابيسيتي بترتفع، بمعنى الان اذا كان عندك كميه عاليه بتقدر تحقنها ما فيش اي مشاكل. الان هذا جيد للثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور والانفراريد ديتكتور وسمبل انجكشن تكنيك، يعني بمعنى لاحظ انه العمليه بتروح باتجاه انك انت لما بزيد الثيكنس افضل. لكن الان شوف الديس ادفانتج، لما انا كنت بشتغل على ثيكنس قليل كان عندي لو كاباسيتي وكان عندي بدي هاي سنسيتيفيتي، اوكي؟ بينما وطبعا لا تنسى انه الان هلا رح نحكيها كمان شويه انه كيف بصير عمليه اكسبوز للسيليكا. ولما كان عندي انا الانترميديت مودريت
كان عندي انا اللي هو عباره عن moderate resolution، يعني وسط الريزوليوشن جاي تقريبا ما بين اللو وما بين الهاي، وكان عندي لونج ريتينشن تايم. هلا شوف الان لما زدنا الثيكنس بشكل جيد الريزوليوشن قل والريتينشن تايم زاد، وهذا اللي انا حكيته قبل شوي، انك انت لما بتزيد الثيكنس الفصل بتحسن، ما فيش مشكله. وهذه في كروماتوجرام موجوده بهاريس بيوضح لك الان كيف الفصل بتحسن، يعني بمعنى الامور بتكون احسن، ولكن طبعا الفصل بيكون احسن للبيكس اللي بتطلع في البدايه، ولكن الان الريتينشن تايم بيزيد. تمام، الريتينشن تايم بيزيد. اذا هذه فكره عامه دكتور، ولاحظ من خلالها واضح انه لما بنكون احنا في منطقه الوسط بيكون افضل شيء. تمام، هلا روح معي الان على اللي هو السلايد هذا، اللي هو برضه بيرجع بقارن ما بين الاولدر باك كولوم. سامعين يا دكتور؟ سامعين. تمام، الان لما بكون عندي انا اولدر باك كولوم وبستخدم السيليكا بارتيكل، تمام، وما بين دكتور الكابيلاري كولوم، واتفقنا الان لما بكون عندي اولدر باك كولوم بكون عندي انا يونيفورم سيليكا بارتيكل، الحجم بتاعها من 150 ل 250 مايكرومتر، وهذه حتى انت تقدر تستخدمها بشكل جيد لازم يكون عندك حجم موحد، يعني بمعنى تلغي الايتر. تمام، وطبعا هذه رفضناها كلمه واحده، قلنا ما بدنا اياها، لانه على الاقل على الاقل بتزيد لي بتقلل الافشنسي وبتزيد الاتش اللي هي البليت هاي. هلا رحنا بعدين على الكابيلاري كولوم، بتذكر انه رحنا على الكابيلاري كولوم وشرحنا انواعه ثلاث، وقلنا انه الان فيوز سيليكا which like the particles in the baculum require chemical modification, the stationary phase surface is hydrolated surface, this cause a problem with non-polar stationary phase. هلا بشرح لكم الفكره هاي. تمام، ولكن الان الفكره هون انه احيانا لما نستخدم liquid stationary phase, liquid coated, liquid stationary phase coated على الوول، بتصير العملية كالتالي دكتور، انه لايك ديزولفز لايك، يعني بمعنى اذا عندك بولر بولر انالايت بصير بدك بولر ستيشنري فيز، اذا كان عندك لو هايلي بولر بصير بدك هايلي بولر، اذا كان عندك انت ليس بولر بصير عندك انت ليس بولر. وبالتالي نقطة رقم ثلاث كاتب لك when بولر اور ميدلي بولر سبيسيز بارتيشن انتو ستيشنري فيز، والاس بي هو اختصار ستيشنري فيز، they stand a good chance to being trapped causing الى اخره. هلا هنا الفكره كالتالي، الفكره كالتالي دكتور، هاي الفكره هون، انه الان لما بكون عندك الستيشنري فيز بولر، ومعنى بولر بيكون عندك انت الصيانولول جروب، الصيانولول جروب اللي هي السيليكا او اتش اي بتكون عددها كبير. هذه مشكله دكتور لما بنحكي عن بولر انالايت، لما بتحكي انت عن بولر انالايت، لما بتحكي انت دكتور عن بولر انالايت، في الحاله هاي لما احنا بنحكي عن بولر انالايت بيمسك فيه بدرجه قويه جدا وما عاد يطلع، وهذه مشكله بتتطلب مننا انه نعمل عمليه كابنج للستيشنري فيز. شو يعني كابنج؟ يعني الاو اتش جروب هاي نعمل لها عمليه تريتمنت، بمعنى انه نحول نقلل من البوليريتي للستيشنري فيز. مره ثانيه دكتور، لما بيكون عندي انا الستيشنري فيز كله بولر او هايلي بولر، وبيجي عندي مركب هايلي بولر بيمسك هايلي بولر مع هايلي بولر بدرجه قويه بيعمل لي تيلينج، وهذه احنا شرحناها لما اخذنا معادله في شابتر 23 لما قلنا كيف بنعمل عمليه الكابنج للستيشنري فيز، يعني بمعنى بنلغي الاو اتش وبنحولها لشيء ثاني. فبالتالي صار عندنا اذا بتتذكروا اجينا احنا عملنا التفاعل، هذا موجود في اخر شابتر 23 شرحت لكم اياه، بنيجي احنا بنفاعل هاي بنعمل عمليه صال اللي هي عباره عن ايش يا حمزه؟ ايش يا حمزه؟ حد عنده سؤال؟ اعذرنا يا دكتور بس لانه حمزه قاعد بهذا قاعد بيعطينا اشاره انه عنده سؤال. حدا عنده سؤال؟ لا لا عشان والله بتبع فكرت بس عندي اعذرني. طيب بسيط بسيط بسيط. هلا هذا الستيشنري فيز دكتور لما بكون هايلي بولر، هلا وجود الاو اتش جروب هاي بكميه كبيره
بيعمل الان بصير عندك الهايلي بولر ستيشن انالايت بيمسك مع الاو اتش اللي هون، وبالتالي بيمسك بقوه بيعمل شيء اسمه تيلينج، شرحناه في الايزوثيرمز وشرحنا معادلته. طب شو الحل دكتور، كيف ممكن اخلص منه؟ ولا شيء، بتيجي انت بتفاعل تعمل عمليه التفاعل هذا، ولاحظ انه الان بعد ما انت عملته لاحظ انه الاو اتش لغيناها وشبكت مع السيليكون سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 تمام. يعني بمعنى انت اللي عملته حولت سطح الاستيشنري فيز من بولر لليس بولر. طبعا مش كل الاو اتش جروب بتتحول. انت الان لغيت الاو اتش جروب الهيدروجين بوندينج، لغيت الاو اتش جروب الهيدروجين بوندينج وحولته الان لليس بولر. لما حولته الان لليس بولر لما حولته الان دكتور انت لليس بولر، الوضع الطبيعي الان انك انت تخفف من عمليه التيلينج اللي موجود عندك. هذا الرياكشن هذا مهم جدا دكتور، وهلا بتوقع موجود عندنا في اللي هو راح نمر على سلايد راح نمر احنا على سلايد يوضح لنا هذا الشيء دكتور. طيب اللي هي موجود في صفحه للناس اللي بدها تتابع، موجود في صفحه رقم 534 تحت عنوان الباك كولوم. فبتعمل عمليه اللي هي تعمل عمليه اللي هي عباره عن السالينايزيشن، يعني بمعنى بتيجي انت الجمله كاتبها في هرس انه الان بقول لك the solid support is often silica that is salinized to reduce hydrogen bonding to polar solutes. تمام، هذا الان مشان تقلل التيلينج. اي بس حبيت للناس اللي بدها ترجع للكتاب وين تقراها اللي هي بصفحه 534 تحت عنوان الباك كولوم. فالان دكتور احنا بنفاعل هذا الشيء وحكي لي انه ارجع لمعادله 23 36، معادله رقم 36، معادله رقم اكتبها عندك، معادله رقم 36 في شابتر 23 هذه شرحنا كيف بنعمل عمليه اللي هو عباره عن السيلانايزيشن. تمام، هلا الان هذا مثال دكتور، شوفوا الان كيف الان بيوضح لك عندي انا لايت A و B و C و D، ولاحظ كيف عمليه التريتمنت. يعني لاحظ A ايثانول، B بيمثل الميثيل ايثيل كيتون، C بيمثل بنزين، D بيمثل سايكلوهيكسين. تمام، هلا الان لاحظ انه الكروماتوجرام الاول بيوضح لك انه الان الاستيشنري فيز بدون ما اعمل له موديفيكيشن. شو يعني بدون ما اعمل له موديفيكيشن؟ يعني بمعنى ما عملت له تريتمنت، يعني الاو اتش جروب اللي ظلت على السطح ظلت زي ما هي، انا ما صبتها، انا ما بلشت فيها. تمام، الاو اتش جروب اللي موجوده على السطح اوكي تركتها. في الكروماتوجرام الثاني هيو شايفه دكتور كيف طلع الان المنظر، شوف الان هذا المنظر الاول وهذا المنظر الثاني وهذا المنظر الثالث. الان شوف الان كيف الان الفرق بالكروماتوجرام لما عملته انا عمليه السايلانايز، لما عملت له انا عمليه السايلانايزيشن. تمام، شوف الان كيف الاي واضحه، كيف البي صارت، كيف واضح جدا دكتور انه كان البوليريتي للاستيشنري فيز. طبعا الان لاحظ هاي المركبات هاي المركبات معظمها هي عباره عن الايثانول فيه بولر، الميثيل ايثيل كيتون فيه عباره عن الاكسجين، البنزين نون بولر، السايكلو هيكسين نون بولر. تمام، فلاحظ كيف عمليه التريتمنت، وكاتب لك هنا انه الافكتيف تريتمنت ماشي الحال على تاثيره على شكل البيكس. اذا مشان نخلص من التيلينج بنعمل عمليه السايلانايزيشن. هلا هون امثله على الليكويد ستيشنري فيزز. تمام، هذه امثله دكتور على الليكويد ستيشنري فيزز، واحنا اتفقنا الان انه الستيشنري فيز بالجي سي بيكون عندي اما سوليد او بيكون ليكويد كوتد على سوليد. وهذا اخذنا ثلاث امثله على الاوبن تيوبولار كولوم اللي هي الوول كوتد اوبن تيوبولار كولوم، بعدين سبورتد كوتد اوبن تيوبولار كولوم، بعدين بورس لاير اوبن تيوبولار كولوم. هذه امثله دكتور على الستيشنري فيزز اللي بتكون ليكويد باي ذا واي وبتكون كوتد على الستيشنري فيز. تمام، اللي بيستخدموها وكل واحد لاحظ كيف الاول على سبيل المثال انت ماخذ نن بولر، لاحظ الان الثاني المثال الثاني انترميديت بولر، ولاحظ الثالث اللي هو عباره عن سترونج بولر. طيب واحد بيجي بيقول لي شو الفرق بيناتهم دكتور؟ الفرق بيناتهم انه لما بدك انت الان تفصل انالايت هايلي بولر
بدك تستخدم الان ستيشنري فيز هايلي بولر. لما بدك تستخدم تفصل مركبات لسبولر بدك تاخذ ستيشنري فيز لسبولر، لانه احنا ماشيين على قاعده لايك ديزولفز لايك، تمام؟ وبالتالي احنا عندنا الان هذول بكونوا ليكويدز كوتد على الوول، او بكونوا واحد من الثلاث اشياء اللي احنا اتعلمناهم، اما وول كوتد اوبن تيوبولر كولوم او سبورتد كوتد او البورس لاير. الان من ضمن المعلومات اللي بدنا نعرفها دكتور بالنسبه للجي سي، انه الان كل الكولومز لازم يكون اعلى درجه حراره له تي ماكس، ماشي الحال؟ هلا التي ماكس هاي ما لازم تتجاوزها، يعني بمعنى في حراره معينه ما لازم تطلع عنها في الجي سي، والسبب انك انت بتعمل ديجراديشن للستيشنري فيز، او نفس الستيشنري فيز ما هو ليكويد بصير يعمل عمليه بويلينج. وكل معظم الستيشنري فيز للاسف حساسه للاكسجين الاو 2، لانه بصير لها عمليه اكسيديشن عند درجه حراره العاليه، اوكي؟ وهون حاكي لك انه الكولومز بتكلف تقريبا لغايه 600، خلينا نقول يعني انت بتحكي قاعد من 150 ل 600 دولار، اوكي؟ واحيانا بتجاوز هذا السعر، وبالتالي ما بينفع الان انه انك ترفع درجه الحراره بشكل عشوائي، تمام؟ هلا هون كاتب لك effective stationary phase polarity or retention time. هذا الان كروماتوغرام، هذا بولر ستيشنري فيز، هذا نون بولر ستيشنري فيز. هلا لاحظ الانالايت اللي عندي نورمال هيبتان نون بولر، تترا هيدرو فيورين فيه اكسجين بس على الاغلب نون بولر، بميل للبيوتانون، وفي عندك بروبانول. الان عندك مركبات مختلفين في البولاريه، لانه احنا مبدا الفصل عندنا نفس مبدا فصل الاتش بي ال سي. الان شوف دكتور، لما كان عندي بولر ستيشنري فيز، تمام؟ هلا هاي المركب الاول، هاي الانالايت الاول، هاي الثاني، هاي الثالث، هاي الرابع، طالعين. شوف الان لما انا استخدمت نون بولر ستيشنري فيز، شوف الان كيف حتى الترتيب اختلف، حتى الترتيب، يعني رقم أربعة هون طلع اعلى شيء اللي هو البروبانول، هون البروبانول اللي هو عباره عن كحول، ماشي الحال؟ كان عندي انا اخر شيء، لانه بولر مع بولر بيمسك بقوه. اذا لما ركز معي، لما بكون الستيشنري فيز اعلى بولر هايلي بولر، وعندك المركب بولر بيمسك بقوه، اذا الان هذا بده وقت حتى يخرج من الكولوم، فبيطلع اخر شيء، بيطلع اخر شيء، تمام؟ احنا قديش عددنا؟ 31 ما شاء الله، 31 من اصل 60 طالب، يعني طيب خير ان شاء الله. هلا الان الان البروبانول، لما بتحكي الان انت عندك هون اللي عباره عن كحول، ماشي الحال، وعندك الستيشنري فيز بولر، هيك بدنا نفهمها، اذا بولر مع بولر بمسك بقوه، اذا بخرج اخر شيء. هلا مين اللي بيطلع اول شيء؟ اللي بيطلع اول شيء هو عباره عن النن بولر، لانه ما بيمسك بالكولوم. سامعيني يا جماعه؟ سامعين دكتور. طيب غير ليث، حد سامعني غير ليث؟ طيب اذا لما بكون عندي انا الستيشنري فيز بولر والمركب زي الهبتان نون بولر ما بيمسك بي اصلا، وبالتالي بيغادر بسرعه. شوف كيف الان الهبتان طلع بسرعه. ليش الهبتان طلع بسرعه؟ لانه اصلا ما مسك فيه دكتور، هذا بولر وهذا نون بولر، هذا ما بحبها، هذا ما بذوب بها، تمام؟ الهبتان ما بحب البولر ستيشنري فيز لانه اصلا ما بذوب فيه، فاذا طلع بسرعه. هلا لاحظ الان اللي بعده التترا هيدرو فيورين الان طلع بعده البيوتانون، هذا فيه اكسجين وهذا فيه اكسجين، فبالتالي لاحظ الان تقريبا ملزقين ببعض، لانه الاستراكشر لهم تقريبا ولو انه خلينا نقول انه يعني خلينا نقول تقريبا من ناحيه البولاريتي نفسها، ماشي الحال؟ الا انه ثلاثه اللي هو 2 بيوتانون مور بولر ذان تترا هيدروفيورين، شيء بسيط، لانه الان شيء بسيط، تمام؟ فلاحظ كيف طلعوا دكتور، لاحظ الاربعه وين طلعت. شوف الان لما قلبنا الستيشنري فيز من بولر لنون بولر، هلا الان صار الستيشنري فيز نون بولر، اذا الان مين اللي لازم يطلع اول شيء؟ طبيعي الان اللي يطلع اول شيء البولر، لانه البولر ما بحب النون بولر. لما الان لاحظ في الثاني، لاحظ دكتور في الثاني هون، لا خليني ارجع زي ما كنت. الان لاحظ الان في الكروماتوغرام الثاني،
لما كان الستيشنري فيز نون بولر، اذا الوضع الطبيعي اللي لازم يطلع اول شيء غادر هو الهايلي بولر. ليش؟ لانه ما بيحب يمسك فيه. الستيشنري فيز نون بولر، الانالايت بولر اذا ما بيحبوا بعض، اذا غادر اول شيء. اذا غادر اول شيء يلي الان اللي له بوليريتي بعد البروبانول وهكذا. لاحظ الان اللي طلع اول شيء هون في حاله البولر ستيشنري فيز، طلع اخر شيء في حاله النون بولر. هذا بيعطيني اهميه اختيار الستيشنري فيز، هذا بيعطيني اهميه اختيار ال عمليه اني اعمل كابينج ولا ما اعمل كابينج. كابينج يعني اعمل عمليه سيلانايزيشن للسطح في حال انه الانالايت دخلت ببعض، تمام؟ في حال انه الانالايت شمالها دخلت ببعض او صار عندي باد ريزوليوشن الان، او صار عندي على سبيل المثال عمليه تيلينج. هذا الان بيصير عندي الخيارات اوسع في التعامل مع عمليه الفصل. فكاتب لي we can reason this order by considering the polarity of the analytes and the polarity of the stationary phase. وهذا واضح، واضح جدا الان انا كيف قاعد بشتغل. كاتب لي in GC the stationary phase characteristic have the largest effect on the order of elution. وهذا مش بس بالجي سي، بالجي سي وبالال سي كمان، انه الان البوليريتي للستيشنري فيز بتلعب دور مهم جدا في عمليه الاليوشن للانالايز. ايضا من ضمن المعلومات انه كاتب لي الاوفن تمبريتشر must be controlled زائد ناقص نص from room temperature to 400 سيلسيوس، اوكي؟ وفي عندي انا مروحه جوا بتضل توزع الهواء، تمام؟ و constant temperature isotherm separation are good for separation of mix في simple mixture. هذا راح الان راح نمر عليه سريعا. وفي حاجه اسمها temperature programming، والtemperature programming هي انه انت بتعمل عمليه الفصل. هي يا دكتور، هي عمليه temperature programming، هي شايفه؟ شوف الان دكتور هون الكروماتوغرام هذول، شوفهم اتوقع هيك واضحين. شوف الان عندك المنظر هون دكتور، هذا الان اطلع الان هذول نفس الانالايتس، ولكن هذا الاول بدون تمبريتشر. واحد بيقول لي طب شو التمبريتشر بروجرامينج؟ التمبريتشر بروجرامينج يا سيدي هو انك انت تصير اثناء عمليه بعد ما تحقن الميكستشر. بعد لاحظ هون انا عندي 15 انالايت، انا عندي 15 انالايت دكتور. شوف الان كيف طالعين هون، وشوف كيف طالعين هون. هون طالعين شيء يعني شيء جيد، حتى هون 25 انالايت. هون لاحظ انه هون طلعوا 15 وهون طلعوا 25 انالايت، كلهم ريزوليوتد وكلهم البيك شارب. واحد بيقول لي المنظر اللي تحت بجنن، البيك شارب وسيمتريكال. طبعا لانه ما في ايتر، لانه ما في سي تير، لانه ما في مين اللي بيعمل البيك برود بالطريقه هاي وفيها تيلينج ولا فيها فرونتينج ولا فيها مين بيعمله دكتور؟ البي والسي دكتور والاي. هلا راح الاي، وعلى الاغلب الان السي ملغيه لانه عندك الفلو ريت عالي جدا في الـ في الـ في الجي سي. اذا طبيعي الان تشوف بيك بالمنظر هذا. هلا شو التمبريتشر بروجرامينج؟ التمبريتشر بروجرامينج انك انت وانت بتفصل اثناء عمليه الحقن تصير ترفع درجه الحراره. لما بنرفع درجه الحراره ايش بنعمل دكتور؟ منزيد الفيبر بريشر لبعض الانالايت، وبالتالي بتصير فولاتايل. لما بتصير الان فولاتايل، الان بتصير فرصه انها الان تنفصل عن زميلتها اللي بجنبها، عن الانالايت اللي معها بتصير فرصتها افضل. وبالتالي التمبريتشر بروجرامينج هو يعادل الموبايل فيز جريدنج اللي راح نشرحه لقدام، انك انت تغير تركيبه الموبايل فيز اثناء عمليه الفصل. وهنا معنى التمبريتشر بروجرامينج هي انك انت الان بترفع درجه الحراره اثناء عمليه مين؟ اثناء عمليه الفصل، تمام؟ اثناء عمليه الفصل، تمام؟ اثناء عمليه الفصل دكتور انت الان بترفع مين؟ بترفع درجه الحراره. لما بترفع الان مره ثانيه، لما بترفع الان درجه الحراره اللي هي temperature programming، بصير عندك اللي هو انك انت بتزيد البويلنج بوينت، بتزيد الفيبر بريشر للانالا. اذا هذه فكره بنستخدمها احنا في الجي سي، اللي هي انه حاجه اسمها temperature programming. لاحظ هنا كاتب لك the more volatile compounds used very close together. يعني لاحظ الان هنا شايف هاي البيك، شايف يا دكتور؟ هذول بيكونوا اربع خمس انالايت خاشين ببعض. شايف هاي البيكس؟ هاي لاحظ انها طالعه على 90 دقيقه، يعني طالعه على بعد ساعه ونص من الحقن.
ولاحظ الآن إنه هذول بكون عبارة عن أربع أو خمس أنالايت خاشين ببعض. ليش؟ لأنه الآن الايزوثير الكونديشنز الكونديشنز مش مناسبة إنهم يطلعوا يغادروا. شوف الآن لما عملنا عملية الآن تمبريتشر بروجرامينج من 50 ل 250 سيليسيوس at 8 سيليسيوس لكل منت. شو يعني at 8 سيليسيوس لكل منت؟ يعني كل دقيقة نطلب من الجهاز يرفع درجة حرارته 8 سيليسيوس اللي هو الجي سي الاوفن بتاع الكولوم. بنطلب منه يرفع 8 سيليسيوس. بنقول له مثلا اول خمس دقائق مثلا اول دقيقة خليك بحرارة كذا، اللي بعدها ارفع كذا، ارفع 8 سيليسيوس، ضلك ارفع كل دقيقة بيرفع 8 سيليسيوس، كل دقيقة بيرفع 8 سيليسيوس. كانت النتيجة دكتور هذا المنظر الرائع اللي احنا بنشوفه هون. طبعا المنظر هذا اللي تحت هذا حلم لكل واحد بيشتغل بالكروماتوغرافي، انهم يكونوا سيبريتد ريزوليوتد والريزوليوتد، طلع ولا واحد خاش في الثاني، ماشي الحال، وكلهم طالعين. والوضع الطبيعي انه الاخرانيين هذول لاحظ هنا طالعين على ساعه ونص، هنا طالعين على نص ساعه دكتور. كل هذا بسبب التمبريتشر بروجرامينج. وبالتالي انت الان اللي عملته ماشي الحال هو انك انت تحكمت في درجه الحراره. هذه طبعا بس معلومه دكتور انه لما بدنا نحسن الفصل في الجي سي بنلجا لحاجه اسمها اللي هي التمبريتشر بروجرامينج. تمام، خلينا نروح الان على اللي هو ضايل 10 دقائق. تمام، هلا الان هو انا حاكي لي هو بس معلومه انه التمبريتشر بروجرامينج هي تماما هي بتعدل الريتنشن فاكتور، وهي ايضا بتعدل الريزوليوشن. ولاحظ انه كاتب لك معلومه مهمه هون انه التمبريتشر بروجرامينج ما بيغير الاليوشن اوردر، يعني بمعنى ما بيخلي خمسه يطلع قبل سته، ما بيخلي عفوا سته يطلع قبل خمسه. الترتيب بضل نفسه ولكنه الان بيغير في الريزوليوشن وبيغير في الريتينشن فاكتور. الوحيد الان اللي بيغير في الاليوشن اوردر هو البوليريتي لمين؟ للستيشنري فيز. اختيارك للستيشنري فيز هو اللي بيغير هذا الشيء. هلا من ضمن الاشياء اللي بدنا نعرفها، المعلومات اللي لازم نعرفها عن الجي سي هو انواع الكارير جاز اللي هو الموبايل فيز. طبعا الاو 2 مرفوض لانه بيعمل اوكسيدايزيشن اوكسيديشن للستيشنري فيز خصوصا عند درجات حراره عاليه، وبالتالي صف الخيار على ثلاثه، الان 2 النيتروجين والهيدروجين والهيليوم، وافضلهم هو الهيدروجين. كل واحد له اتش مينيمم، يعني كل واحد له مزايا. اتش مينيمم يعني اقل بليت هايت في فان ديمتر بليت. هلا راح نشوفه. شوف دكتور هاي، شوف الرسمه هون، هاي شايفينها؟ شايفينها طبعا. هاي دكتور هاي المحاضره بتفرق عن المحاضرات الثانيه، اسمها محاضره تفاعليه. الاصل انه الطالب يتفاعل مع الدكتور. هلا انا ما حدا بيسال، يعني هذه بدون ما الطالب يتفاعل مع الدكتور هذه ما افرقت عن تسجيل اللي بيسجله الدكتور وبيعطيه، مع الاحتفاظ انه انا قلت لكم اذا بدكم نعمل محاضرتين تفاعليات بدل واحده في الاسبوع انتم رفضتوا. الكل اصر انه لا يا دكتور بكفينا واحده. تمام، وبالتالي اسمها تفاعليه لانه بتصير زيها زي لما كان الدكتور يروح على الجامعه ويوقف قدام الطلاب ويشرح المحاضره، الطالب بيسال اثناء الشرح. هلا انتم ما بتسالوا اثناء الشرح، ما بعرف ليش، بس اجمالا يمكن لانها الدنيا بكير. واذا بدكم تصيروا تغيروا موعدها يوم الخميس، يعني اذا انتم حبيتوا يوم الخميس بامكاننا نصير نعملها مساء. اذا لقيتوا انه فرصه افضل انه والله يا دكتور انا بصحى الصبح بكير، ماليش مزاج اسمع، ماليش مزاج اشارك، ماليش مزاج، خلينا نعملها مثلا بدل 8 الصبح نعملها 8 مساء. انا ما عندي مشكله، يعني حتى محاضره الخميس التفاعليه اذا انتم قررتوا انكم تنقلوها لوقت متاخر بحيث يكون التفاعل افضل، انا ما عندي مانع دكتور. تمام، طيب هلا شوف الان هون اختيارك للكارير جاز اللي هو الموبايل فيز كيف بيكون. هذا فان ديمتر بلوت للثلاث. هلا لاحظ دكتور كيف الان كلهم ماخذين شكل فان ديمتر بلوت. اي تيرم ما موجود عندي الان، صفى المنطقه هاي تمثل منطقه البي، المنطقه هاي تمثل منطقه السي تيرم. هلا شوف الان النيتروجين مثلا الاتش مينيمم تاعته اقل اتش هي على 0.2 ملليمتر، وتقريبا كلهم يعني لاحظ الهيليوم
ولاحظ الهيدروجين تقريبا كلهم لهم نفس البليت هايت. المنطقه هاي في القاع دكتور قبل ما يبلش يطلع هاي النقطه اذا بتعمل تقاطع مع الواي اكسس هذه بنسميها اتش مينيمم. شو يعني اتش مينيمم؟ يعني اقل بليت هايت وصلنا. وبالتالي لاحظ تقريبا لهم كلهم لهم كلهم الاتش مينيمم ذا سيم. كلهم الاتش مينيمم ماشي الحال، الاتش مينيمم كلهم تقريبا ذا سيم دكتور. ولكن لاحظ انتم مثلا سي تيرم اعلى من الهيليوم والهيدروجين. تمام؟ لاحظ انه الان الـ شوف الان كيف النيتروجين بهي المنطقه النزول بتمثل البي والطلوع بتمثل السي. فشوف الان كيف النيتروجين لها سي تيرم اعلى من الهيليوم والهيدروجين. وواضح جدا ان الهيليوم كمان له اعلى، الهيليوم اعلى له اعلى سي تيرم من الهيدروجين صح؟ اي طلع هذا بلش تقريبا هذا يعني بلش نوع من انواع الثبات مع ارتفاع شيء بسيط، بينما الهيليوم طلع كيف السي، طلع كيف النيتروجين طالع طلوع. اذا واضح جدا من افضل واحد بالنسبه لي اذا بطلع على هذا المنظر هذا الفنديبتر بلوت واضح احسن واحد هو الهيدروجين. ليش؟ اولا الاتش مينيمم لهم تقريبا كل هذا السين نفسه، ولكن الان السي تيرم اقل ما يمكن باستخدام الهيدروجين. اذا الان كاني بقدر اقول دكتور كاني بقدر اقول انه الاتش الاتش هنا هو الاتش 2 هو تقريبا هو افضلهم، هو تقريبا ايش افضلهم. ولاحظ الان كاتب لي each have very different h minimum، يعني لاحظ انه كل واحد له h minimum تقريبا كلهم the same. lighter gases الغازات الخفيفه اللي هي زي الهيليوم والهيدروجين require faster analysis flow rates، يعني بمعنى لما انت بدك تستخدم الهيدروجين الهيليوم والهيدروجين بدك تاخذ flow rate عالي، بدك تاخذ flow rate عالي، بينما في النيتروجين انت بتاخذ flow rate واطي اقل شوي. تمام؟ اذا خلينا نقول انه من اكثر اكثر واحد شيوعا في الاستخدام كموبايل فيز هو الهيدروجين. تمام؟ هذا المنظر اخذناه منيح، شرحناه منيح، بس هون بيحكي على السامبل انجكشن، بيحكي على السامبل انجكشن. طبعا الان الانجكشن دكتور هاي طبعا السلايدات هاي انا هي بس للتفصيل اكثر ما بدي اياها. هلا بدا من هون وهيك راح امر سريع على التشابتر لاني ما بدي ادخل فيه بالتفصيل اكثر. الانجكشن دكتور اولا معلومات اللي لازم تعرفها عن الانجكشن انه السامبل لما بتحطها هاي السرنج شايفه، هاي السرنج لما انت بتحقن السامبل في السبتم في الربر سبتم بدك تعرف شغله انه الان بسرعه الماده بتتبخر، وبالتالي الان اذا بتصير انت تاخذ اذا الحقن بكون شوي شوي على البطيء انت الان رح تعمل عمليه بلاك السلو فابورايزيشن انكريز باند برودنينج. لما تعمل بلاك الان بيصير عندك الباند برودنينج. والان بدنا نتفق انه الانجكشن بورت تمبريتشر عاده بيكون تقريبا اعلى ب 50 درجه من البويلنج بوينت لا اقل انالايت انت موجود عندك في المكسشر. الانجكشن بورت حراره الاوفن اللي موجود فيها الانجكتر عاده بتكون دكتور درجه حرارتها اعلى ب 50 سلسيوس من اقل من 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 اعلى من بويلنج بوينت من اعلى من اقل بويلنج بوينت للانالايتس اللي موجوده عندي في المكسشر. يعني اذا اقل انا اذا عندي 50 انالايت واقل واحد درجه غليانه 50 سلسيوس اذا لازم تكون حراره الانجكشن قديش؟ 100. ليش؟ لانه مشان اضمن انها الماده يصير لها فابورايزيشن. بيزبطش ادخل ليكويد على السيستم، ما بيزبط، لازم الماده تدخل جاز مشان يجي الهيدروجين او الهيليوم او النيتروجين يسحبها معه. تمام؟ هلا هون بدنا الان الانجكشن يا بكون مانيوال، وهذا طبعا اذا كان زي ما كاتب لي هنا جيريكي انجكشن، يعني اذا كان فيه تنتيعه فيه تقطيعه، يعني في ناس تيجي تعمل انجكشن بتلاقيه ايده ترج او بيكون متعثر، هذا ما بزبط، بيعمل باند برودنينج، يعني بتصير البيك بتصير تطلع مرتين، بتصير البيك تطلع مرتين دكتور، هذا الحكي ما بيزبط معنا.
ماشي الحال، بصير عندك انت دبل بيك، وبالتالي افضل انك تعمل اوتو انجكتر. وهذه الان الاجهزه الحديثه كلها صارت خلينا نقول اوتو انجكتر، كاتب لي المانيوال انجكشن بده ممارسه وبده صبر وبدك تكون متمرس، بحيث انك انت ما تعمل باند برودنينج. لانه اذا في ناس شو بتعمل، في ناس بحقن بقول لك لا انا حقنت ولا ما حقنت، الماده نزلت ولا ما نزلت، بروح حاقن كمان مره، فبيطلع معه بدل ما يطلع الان بيكون عنده 20 انالايز، بدل ما يطلع 20 بيطلعوا 40. فالان الافضل كله الاوتو انجكتر دكتور بكل السبل. هاي السلايدات انا ما بدي اياها، هي رسومات اوكي، والسبلت ليست ما بدي اياها دكتور اوكي، هذا كله ما بدي اياه. طريقة تحضير العينة كمان احنا اخذناها قبل هيك، ما بدنا ناخذ خلينا نقول اللي هي، بس بدي تعرف في اخر دقيقة راح يفصل الهاب مشان ما ارجع للجي سي. انواع الديدكتور، بس انواع، اولا الديدكتور راح يفصل الان، اذا فصل سامحوني، بيضل عندي بس المعلومات هاي انواعه. ثيرمال طبعا هاي الخصائص العامة للديدكتور، لازم يكون عندي انا لارج دايناميك او لينير رينج، والريسبونس لا تعتمد على الفلوريت، ويكون قدر الامكان يونيفرسال يعني يستجيب لكل العينات. سامحوني اذا فصل فجاه. هلا الانواع اللي احنا طبعا هون الاوبريشن دائما بكون من صيره لاربع، من روم تمبرتشر ل 400 سيلسيوس. انواعه دكتور ثيرمال كوندكتيفيتي ديدكتور، فليم ايونايزيشن ديدكتور، الكترون كابتشر ديدكتور. بس احفظ لي ثلاث اسماء بدون تفصيل، بس ثلاث اسماء.